الكوتش ديال عمر. لم يعرفكم الحظ، لقد واجهت منتخبا كبيرا ويذهب المنتخب التونسي الى الفينال. اولا اود ان ابدا حديثي بايصال التحايا الى المنتخب التونسي الذي استحق هذا الفوز. كنا نتوقع من المباراه ان تكون صعبه محتدمه، روح رياضيه كبيره عند العمانيين وعند المدرب ديالهم بكل صراحه، ولكن نحن كانت لدينا رده فعل مقبوله. المنتخب التونسي كان احسن منا في الكره الاولى وفي الكره الثانيه، ولكن هم لعبوا على الأخطاء التي ارتكبناها. لا يمكن أن أشتكي من مردود اللاعبين، حاولوا جاهدين أن يعودوا في المباراة، ولكن المنتخب كان أحسن. شكرا. كان هذا مدرب المنتخب العماني وعودة